مساء الخير على كل اللي بيشوفونا دلوقتي على شاشه قناه المحور. يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم هو هنا. وقبل ما نبتدي حلقتنا اسلم على نرمي. ازيك يا نرمو؟ يا دمزي، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ طيب خليني انا كمان اسلم على كل هو وكل هن بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد من ايامنا من هو هنا على شاشه قناه المحور. النهارده هنتكلم في حاجه يمكن يعني هي زي ما بيقولوا كده هي حديث الساعه، وهو عن الـ AI أو الذكاء الاصطناعي. أنا شايفة إن الناس كلها بتتكلم عن الجوانب السلبية والكوارث والمصايب اللي بيعملها الذكاء الاصطناعي، مش في مصر هي بس ده في العالم كله. يمكن يا ديما شفنا اليومين اللي فاتوا برضو الفنان محمد هنيدي يعني طلع وقال إن في فيديو منتشر لي، وإن الفيديو ده عبارة طبعا هو مش الفنان محمد هنيدي خالص، هو الـ AI أو الذكاء الاصطناعي، إن هو داخل في فيديو بيعمل مراهنات وبيقول مش عارفة هتكسبوا إيه، وهو طلع قال انا ماليش اي علاقه بالموضوع ده. دي سلبيات، في سلبيات كتيره مش هنقدر ننكرها من الاي اي، لكن خليني اقول ان في ايجابيات على فكره. يعني زي ما في سلبيات في ايجابيات للاي اي. يعني ازاي نستغل اي مشكله او يعني نستغل الاي اي ده في اي مشكله تكنولوجيه ممكن تحصل لنا؟ هل مثلا التقنيه دي تقدر تكافح الابتزاز الالكتروني اللي ناس كتير بتمر بيه على السوشيال ميديا؟ فعندنا الاي اي الحقيقه لا، ليه استخدامات كتيره طبعًا. جدا يعني عايزه تقولي حاجه ولا اقول انا؟ لا قولي. اقول انا؟ مش عايزه تزودي حاجه لا ولا هتزودي بعدين؟ اصل حلقتنا النهارده يعني كلها بالكامل هتكون عن الاي اي او الذكاء الاصطناعي. طبعا في منها زي ما نرمين قالت جانب ايجابي وجانب سلبي. جانب الايجابي زي المشروع اللي انطلق من كام يوم عن اشرفه ذكريات الفنانين المصريين بالذكاء الاصطناعي. المشروع ده تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي كبير حضروا الحقيقه مجموعه كبيره من الفنانين ومصريين. والمشروع ده غير هادف للربح ومش مرتبط بالنجوميه، ولكنه متعلق بكل شخص بيعشق التمثيل وعنده ذاكره ورقيه قبل عصر الديجيتال. طيب طبعا يعني انا بحترم جدا المبادره دي وكل الدعم لكل الفنانين. انا عايزه اروح للجانب الايجابي. والله يعني زي ما بنقول نبص النص الكوبايه المليان، مش عايزين نبص النص الكوبايه الفاضي. اللي هو اول مره يمكن هنتكلم عنه بطريقه ايجابيه. جبت لكم بقى موبايلي معايا اهو. خلاص بصوا، في حاجه في اب نازل او هو ابلكيشن اسمه تشات جي بي تي. ده عباره عن ايه؟ خليني اقول لكم انا جاهله في التكنولوجيا جدا، انا مش واحده يعني اللي هو اب تو ديت بالحاجات وكده، لا خالص، انا لسه عارفاه من قريب، من هو موجود بقاله شويه. بيعمل ايه بقى؟ بتسألوه عن أي حاجة بيجاوبكم. يعني بيساعدنا مثلا أنا شخصيا بستخدمه، فطبعا كل الشكر لفريق الإعداد بيبقوا جايبين لنا ورق وكل حاجة وحاجات محترمة جدا، بحب أنا أزود من عندي. بسأله عن أي حاجة في الدنيا بيجاوب. ما تيجوا نعملها بقى مع بعض كده إيه ونشوف. ده الاستغلال الإيجابي زي ما بنقول للإي آي. ده أبليكيشن اسمه تشات جي بي تي، بنفتحه و هنسأله بقى. نسأله عن ايه؟ سريعة عن المرأة. طيب. نسأله عن المرأة. طيب حاجة ليها علاقة هو بالمرأة طبعا. طيب خلينا نعملها. هو الموضوع على فكرة سهل خالص، هو ما فيهوش اي معضلة، هو الابليكيشن بينزل وبنسأله. طيب نبدأ بقى، معلش عشان هو بيسمعنا دلوقتي. ما هي اهم المواضيع؟ هو بس بيرحب بيا. ما هي أهم المواضيع الخاصة بالمرأة؟ المواضيع الهامة بالنسبة للمرأة تشمل المساواة في الفرص والحقوق والصحة النسائية والتوازن بين العمل. طيب ده أنا بديكوا بس مثل بسيط. خلينا نسأله حاجة تانية. نسأله عن إيه؟ استنوا، نسأله مثلا إزاي الست تكتشف إن جوزها بيخونها؟ تعالوا نسأله السؤال ده. طيب كيف تكتشف المرأة أن زوجها يخونها؟ هناك علامات قد تشير إلى خيانة الزوج، مثل التغيرات المفاجئة في السلوك أو الروتين، والأكاذيب المتكررة، والاهتمام المفرط بالهاتف الجوال، وتغييرات. يعني أنا بديكم مثل كده بسيط، يعني نستخدم طبعا ما تسألوش إزاي أعرف إن أنا بهرج معاكم يعني، لكن بنسأله مثلا عن مواضيع مثلا إحنا عايزين نعمل عنها سيرش زي جوجل زمان لما كنا بنعمل سيرش من خلال جوجل. بس ده حاجة بقى متطورة. ده بقى أنت مش محتاجة. أولا هو سهل الاستخدام جدا، يعني في ناس صغيرة سن صغير جدا تقدر تستخدمه، بيستخدموه في الجامعة وفي المدرسة. أنا طبعا مش موجود لسه، ما كنتش أعرفه وأنا في الجامعة،
بيسهل عليهم كل حاجه، نزلت بتعمل كل الاساينمنتس بتاعتها بالتشات جي بي تي. بدل ما انت بتدخلي على جوجل تكتبي وتقعدي تدوري تفتحي لينكس مختلفه وتدوري، هو بيجيب لك كل المعلومات لحد عندك. مفيد جدا، مفيد جدا، بس يعني اوقات طبعا هيبقى ليه حاجات مش ايجابيه، زي مثلا ان انت وانت بتدخلي اي معلومه عنك او بتسالي اي سؤال هو بيحتفظ بالسؤال ده، هو السيستم كده على الداتا لازم بيزود الداتا بتاعته، فيمكن دي حاجه يعني تخوف شويه. ما هي احنا زي ما احنا قلنا ان كل حاجه يا جماعه ليها ايجابيات وليها سلبيات، احنا ناخد الايجابيات ونستخدمها، لكن ليه نستخدم حاجه زي كده في حاجات سلبيه واشاعات ويطلعوا حاجات مش لطيفه خالص. عموما احنا قلنا ان حبينا نعمل التجربه دي مع حضراتكم كده واحنا في الانترو. احنا لسه كلامنا عن الاي اي او الذكاء الاصطناعي ما خلص، النهارده معانا فقره مهمه جدا 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 عن الشائعات وازاي نقدر نستثمر الذكاء الاصطناعي في ان احنا نواجه الشائعات دي وان احنا نتصدى ليها. فقره مهمه جدا هتكلمنا عنها الباحثه في علم الاجتماع السياسي استاذه مها سليمان. خلينا كمان نروح لفاصل. لسه اكيد كلامنا عن الذكاء الاصطناعي او الاي اي مخلص، وفي فقرتنا دلوقتي هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي والشائعات. بنلاقي الشائعات كتيره جدا، وممكن يكون الذكاء الاصطناعي ده هو نفسه اللي مطلع الشائعات دي. طيب ازاي اقدر استخدم الاي اي في ان انا اتصدى للشائعات دي؟ خليني اقول ان احنا عايزين يعني دايما احنا حريصين هنا من خلال طبعا شاشه قناه المحور بشكل عام وهو هنا بشكل خاص ان احنا نقدم كل ما هو ايجابي في موضوع الاي اي. اعتقد ان انتوا شفتوا معانا تجربه عمليه في الانترو معايا انا وديما، وان احنا قد ايه ان احنا نقدر نستخدم الاي اي بس بشكل ايجابي. يعني ما فيش شك طبعا الاشاعات جزء من حياه اي مكان في العالم، حتى مدينه الفاضله هتلاقي فيها اشاعات واكاذيب. زمان ولحد فترة قريبة كنا بنقف قصادها بالأدوات المتاحة معانا، لكن دلوقتي طبعا بعد ظهور الـ AI أو الذكاء الاصطناعي المعادلة دي اختلفت تماما. ازاي نقدر نستثمرها علشان نوصل لمجتمع خالي من الشائعات؟ توضيح وافي وشامل هنستعرضه دلوقتي مع حضراتكم مع ضيفتنا الجميلة دكتور مها سليمان مرعي، خبير علم الاجتماع السياسي. دكتور مها برحب بيكي معانا. برحب بيكي. دايما مبسوطة بوجودك معانا في البرنامج. أنا اللي سعيدة بوجودكم. طيب ابتدي معاكي احنا بنقول نستخدم الذكاء الاصطناعي في التصدي للشائعات، مع ان هو اصلا ممكن يكون جزء اساسي في ترويج الاشاعه دي، ازاي بنحقق المعادله دي؟ هيتم تحقيق المعادله دي بكل بساطه جدا، انه الذكاء الاصطناعي في بدايه الامر لازم الاول نوضح للمشاهدين يعني ايه ذكاء اصطناعي. الاي اي هو الذكاء الاصطناعي، هو محاكاه العقل البشري او محاكاه للذكاء البشري، عايز يقدر يوصل للذكاء البشري ولكن بطريقه تقنيه اكثر حداثه واكثر تطورا. تمام، باساليب تكنولوجيه حديثه. سيادتك تفضلت في الانترو ان الشائعات موجوده منذ عصور قديمه جدا، ولكن كنا بنتابعها بطريقه بدائية. أيه. كلنا أكيد اتفرجنا على مسلسل الحشاشين وإزاي كان بيتم استخدام الكلمة والقوة الناعمة في تجيش شعوب كاملة. لكن أنا أحب أوضح لك برضو وأحب أوضح للسادة المشاهدين إن كمان الشائعات كانت موجودة في الفراعنة، في عصر الفراعنة، وكانت موجودة في الدولة الإخشادية، الدولة الفاطمية، الدولة العباسية، عصر محمد علي. وتم رصد كل هذه العثور من خلال دراستي، عملت رصد لكل هذه العثور ووجدت فعلا ان الشائعات كانت جزء اصيل من السياسه للحصول على الحكم، للحصول على مصلحه ما، كانت اداه سياسيه لتحقيق بعض المآرب والمصالح الخاصه والشخصيه. هنتكلم بقى عن ازاي الذكاء الاصطناعي اداه فعاله في نشر الشائعات. في حقيقة الأمر أنا هجاوب السؤال ده بس ثلاث مراحل. أول مرحلة إن الذكاء الاصطناعي في حقيقة الأمر بيعمل على نشر الشائعات بشكل كبير جدا، وللأسف عن طريق بوتات أو عن طريق برامج معينة أو عن طريق جيوش إلكترونية. يعني إيه جيوش إلكترونية؟ يعني مجموعة من الأكونتات الكتير جدا الفيك أو الغير حقيقية المزيفة بيتم تجيشها من خلال خدمة بعض الأجندات الخارجية. بمعنى يعني ممكن بوست على الفيسبوك بتلاقي عليه لايكس كتير جدا، اللايكس دي ممكن يكون هو شاريها من خلال البوتات دي، وهي النشر على اكتر يعني على اكتر مساحه وبشكل سريع جدا. ثانيا هو الديب فيك. يعني ايه الديب فيك؟ يعني التزييف العميق. التزييف العميق اللي احنا يمكن دايما بنتكلم عنه ولكن مش عارفين هو ايه. الديب فيك هو بكل بساطه هو تزييف الصوره، الفيديو،
كمان يعني حركات الوجه ممكن يتم تلاعب فيها، رياكشنات كل شيء ممكن دي يتم. دي كارثه يا دكتور، دي كارثه. لا بس ده بيحصل خلاص، احنا شفنا ده اوريدي بيتعمل يعني. حتى قلتي في الانترو الفنان محمد هنيدي، حصل معاه. الفكره كلها ان بيتم استخدامه بشكل يعني وراه بيقف خبراء على قدر كبير جدا من الوعي وعلى قدر كبير جدا من العلم، ان هم يتم استخدامهم في توقيتات محدده. ان هم ينشروا. يمكن انا لما عملت رصد للشائعات وجدت ان 45% من الشائعات من 2019 ل 23 تم استخدام الديب فيك على سبيل المثال. يعني عايزه اقول لسيادتك على سبيل المثال انه سياده الرئيس كان في بعض المؤتمرات كان بيتحدث في موضوع معين، تم اجتزائه وتم تغيير سياق الحديث لحديث آخر خالص وتم نشره على الفيسبوك، ولكن تم توضيح الحقائق. فده هنا الشائعة دي هدفها. أنا أحب تفنيد الشائعات. تفنيد هذه الشائعة كان أنه هدف هذه الشائعة هو إيه؟ تشكيك في رمز من رموز الدولة ورئيس الدولة. ثانيا هو كانت التلاعب الإعلامي كان اجتزاء. ثالثا تم استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال الديب فيك او التزييف العميق. وتم الكشف عنه. انت حضرتك دارسه وعارفه ويعني زي ما بنقول لا متخصصه، انا كبني ادم طبيعيه خالص انا ولا دارسه ولا فاهم حاجه، انا ممكن اكتشف ان ده اي اي او ان ده لا ده حاجه، ده فيديو حقيقي يعني فيديو مفبرك عن فيديو اي اي. ابسط شيء تقنيه البحث المعاكس. هتقول لي برضو يعني ايه تقنيه البحث المعاكس؟ هدخل على جوجل وهسيرش ايه هي، هبحث عن الفيديو ده. هبحث عن الفيديو ده. طب هو الحاجات الاي اي مش بتبقى نازله على جوجل برضو؟ لا بتبقى متواجده في اماكن، يعني بتبقى متواجده في مكان محدد. لكن انا اقدر اقول لسيادتك ببساطه جدا تدقيق اعمل عقل في اشياء غير منطقيه بالمره. الامير تشارلز مش من فتره او السنه اللي فاتت عمل ايه؟ كان في ديب فيك بيحصل بقى منطق جدا ان شخص يتعدى 60 عام يقفز قفزات غير منطقيه واحنا نصدق. بس ناس كتير صدقت واحنا نصدق. بس ناس كتير صح طبعا هي حاجه مش منطقيه بس ناس كتير صدقتها. ده كمان هو حتى يعني خبراء الذكاء الاصطناعي لما جم دققوا جدا في شكله، هو لما بيبتسم سنانه مش بتظهر. ففي الصور دي كلها سنانه كانت هي الفكره كلها فكره ان احنا نعمل العقل وان احنا ندقق. يعني احنا لو لحظه واحده يعني فقرنا صدقيني ده هيقدر يمر بشكل بسيط جدا. نقطه مهمه جدا برضو في الذكاء الاصطناعي عشان نقدر نكمل ازاي بيتم نشر الشائعات. سيادتك هو بيستهدفك يعني ايه؟ يعني هو بيتتبع نشاطاتك على الفيسبوك عشان يعرف سلوكك وايديولوجيتك وميولك، وبناء عليها بينشر لك الشائعه اللي سيادتك تصدقيها. فهنا حضرتك طبعا هتقولي لي ايه ده، ازاي الشائعات بتتصدق اكتر من الحقائق؟ لانها ماشيه باستراتيجيه، لانها مش تلقائيه. الطريقه اللي بتنتشر بيها الشائعات والتوقيت التي تنتشر بيه يؤكدان على انها صناعه متقنه مش عشوائيه. بس ده موجود من قبل الاي اي، بس يمكن يبقى زاد قوي مع الاي اي صح؟ زادت وبشكل اكثر احترافيه. واحنا لازم في 24 نتكلم عن الذكاء الاصطناعي ونتكلم على دوره في 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 في, في ان هو ينشر ويروج للشائعات وبرضه ان هو يفند الشائعات. يعني شفنا الاي اي بيعمل، والله يعني انا بالنسبه لي كنت مبسوطه ان مثلا اغنيه لمحمد حماقي يغنيها بصوت عبد الحق بتبقى حاجات لطيفه، دي حاجات مقبوله، حاجات اللي هو الله لو كان الفنان عبد الحليم موجود كان هيغنيها ازاي، او العكس دي حاجات لطيفه. يعني يمكن في الانترو انا وديما عملنا تجربه مع الشات جي بي تي. انا بالنسبه لي انا قلت لك احنا انا ضايع في التكنولوجيا انا ماليش فيها قوي، بس انا لسه عارفه الموضوع ده من قريب. ده مفيد ان بعمل سيرش مثلا عن مواضيع خاصه بالحلقه اللي انا بطلعها، عايزه اعرف مثلا معلومات اضافيه بيديني معلومات اضافيه، بيديني معلومات عن مواضيع كتيره. فاعتقد ان دي من الايجابيات مثلا من الذكاء الاصطناعي. ايجابيات الذكاء الاصطناعي كثيره جدا. يعني عايزه اقول بقى احصائيه كده بسيطه جدا انه في 400 مليون وظيفه ستندثر في المستقبل ويحل محلها الذكاء الاصطناعي. ده معناه ايه؟ معناه انك لازم تاخد دورك في ايه؟ في اللي جاي. طب هل الذكاء الاصطناعي هياخد دور الشخص المبدع؟ لا. هل الذكاء الاصطناعي هياخد دور الشخص اللي عنده قدرة على الفن؟ هل الذكاء الاصطناعي هياخد مكان ديما ونرمين؟ لا. بس هياخد مكان في الطب. يعني مثلا احنا كنا طبعا نتكلم في الطب الموضوع متطور جدا، ممكن فعلا ياخد مكان الدكاترة او كده في بعض الحالات. هي الفكرة كلها في حاجة،
لا يمكن أن نستعيد الذكاء الاصطناعي عن البشر. لا يمكن أبدا. هي لتسهيل الحياة. إحنا مش قلنا الأول محاكاة الذكاء البشري. إحنا لازم نرجع للأصل والتعريف. فبالتالي إحنا دلوقتي ليه بنقول ده؟ ده مش سبب خوف. ده سبب انك تتحرك. ده الاحصائيه دي مرعبه يعني. سبب ان احنا تتطور ده في العالم. طيب ايه رايك نقول احصائيه كمان؟ بس ولكن احصائيه بتعبر عن مدى استخدام العالم للذكاء الاصطناعي. بيتم استخدام 15 مليار جنيه حول العالم في الذكاء الاصطناعي وخاصه في الاعلام. في غرف الاعلام الامريكيه تم في 2017 استخلاص 40 ألف منشور و 40 ألف خبر صحفي تم استخدامه في غرفة الأخبار الأمريكية. طيب مين اللي لهم الريادة في الذكاء الاصطناعي؟ أو مين اللي احنا نقدر نقول ان احنا نتخذهم في الذكاء الاصطناعي؟ أمريكا، الصين، وطبعا عندنا في الدول العربية الإمارات عاملة شغل في الذكاء الاصطناعي هايل جدا والتكنولوجيا الحديثة. طيب حضرتك برضو من شوية ذكرتي ان في برامج هي اوريدي مخصصة لنشر او يعني نشر الشائعات. هل في برامج بقى مضادة لان احنا لا نفي الشائعات دي او ان عدم صدور اصلا الشائعات دي؟ موجودة في الصين. الصين طبعا ما بتستخدمش الفيسبوك. تمام. لكن في عندهم منصات، فتم انشاء منصة في الصين ترجمتها بالصيني ان هي معناها دحض الشائعات. ليه استخدموا المنصة دي؟ المنصة دي زي التليجرام وزي الفيسبوك وزي الانستجرام. هي منصة خاصة لدحض الشائعات. لكن أنت تخيل سيادتك أنه يكون يتم رصد 84 ألف شائعة في 2019 خلال عام 2019 في الصين. هنقول إيه؟ يعني إحنا دلوقتي يمكن المعلومة دي بتؤكد أنه مش إحنا بس كدولة بينتشر فيها الشائعات، لا جميع دول العالم بتنتشر فيها الشائعات. ومن ضمنها الصين. لما انا اقول 84 ألف شائعه في خلال عام، ده رقم كبير جدا. وما بيستخدموش فيسبوك يعني. وبيستخدموش فيسبوك. انا والله انا شايفه ان هي ده برضو راجع للشعب بجد. احنا شعب طيب جدا على فكره. احنا للاسف بنصدق اي حاجه وتحديدا بنصدق كمان لما حاجه نبقى شايفينها بعينينا. ايه ده شفتوا الفيديو ده؟ يعني في زمان كان مثلا هتكلم شعبي شويه يقول لك ايه تعرف فلان؟ عشرته؟ لا يبقى ما تعرفوش. هو ده كده. انا شفت اهو، انا شفت يا جماعه. ما هو الفيديو ده اصلا متفبرك، الفيديو ده مش حقيقي يعني. فاحنا للاسف انا شايفه ان ده برضو راجع للشعب، واحنا شعب طيب وطيبين وبنصدق اي حاجه ودرسنا وعارف التوقيت اللي هينشر في الشائعه دي. ليه الفيديو انتشر دلوقتي؟ لان هو ليه توقيت محدد. وعلى فكره هو بيبقى دارس كمان حاجه اسمها يعني غير سيكولوجيه الجماهير، حاجه اسمها الاثاره الجماهيريه. حاسه بخوف، حاسه بتوتر، حاسه بقلق. طيب حاسه بان انت في غموض شويه. طب انا هنشر لك شائعه يزود بقى الشعور ده عندك، يخليك تصدقيه. لانه عندنا حاجه جميله قوي في العلم اسمها الاستماله العاطفيه. وبسميها الوتر الحساس. ان انا بلعب لك على استماله نفسيه معينه. انت عارفه حضرتك ان انا حللت 250 شائعه. انا كنت مستمتعه لان ده شيء يعني ممتع. وفي نفس الوقت كان 250 شائعه انا كنت بقرا كل شائعه فيهم واقول انتوا ازاي بتعملوا كده؟ وبجد كنت يعني بتعجب وبتفزع من الشائعات والقدره على فن صياغه الشائعه واستخدام الاستماله النفسيه. فعلا هم عارفين ان احنا شعب عاطفي. فكان حوالي 80% من الشائعات كانت استماله عاطفيه. بيستميل فينا العاطفه علشان نصدق. دكتور معي طبعا لسه عندنا اسئله كتير، بس خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك. خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. ولسه اكيد مكملين مع حضراتكم حوارنا مع دكتور مها سليمان خبير علم الاجتماع السياسي، وكلامنا عن الاي اي او الذكاء الاصطناعي. برحب بيكي مره تانية يا دكتور مها. الحمد لله. طيب خليني اسالك عن السوشيال ميديا بقى. احنا في زمن السوشيال ميديا وخلاص ما بقى الصغير قبل الكبير عنده سوشيال ميديا. ازاي السوشيال ميديا دلوقتي او في المستقبل تقدر تخصص مثلا تقنيه فعاله في اداره او مكافحه الشائعات؟ عظيم جدا. حابة قبل ما أجاوبك على سؤالنا لازم نقول اللي احنا في مصر دلوقتي كام شخص مقيد على السوشيال ميديا. 40 مليون. 40 مليون مستخدم مصري على السوشيال ميديا، ودي تعتبر أعلى نسبة في الدول العربية كلها. احنا رقم واحد استخداما. الطفل تلاقيه ماشي معاه الموبايل في ايديه. على اليوتيوب في الساعة الواحدة بيتم تحميل 500 فيديو في الثانية الواحدة.
رقم في ثانيه الواحده 500 فيديو كتير. وبيكون غير مدقق بالمره لان اليوتيوب مش بيدقق الفيديوهات اللي بتبقى بتعملها ابلود. ازاي يتم استخدام السوشيال ميديا ان هي تفند الشائعات؟ وبالفعل بيتم استخدامها من خلال تقنيه الذكاء الاصطناعي، شبكات عصبيه محدده بيتم استخدامها من خلال بوتات بتقدر ان هي تعمل تراك للاخبار الكاذبه، وبيتم فعلا جمع هذه الاخبار. وهنا بقى بتوفر سرعه لان خدي بال سيادتك ان الشائعه لو انتشرت النهارده وتكذبت بعد يومين في وقت هذا الوقت سيؤدي الى عدم ثقه. هي الدوله ما كذبتش الخبر ليه؟ الوزاره ما كذبتش الخبر ليه؟ فنبدا ان احنا يبقى في حاله من عدم الثقه والتشكيك. ولكن دور الذكاء الاصطناعي ان هو هيقدر يرد لي على الشائعه ويقدر ان هو يعمل تراك ويقدر ان احنا نرد بسرعه، فنبدا هنا نتخلص من هذه الفجوه. طيب هل يا دكتور في المستقبل لازم كل مواطن او مواطنه يبقوا محترفين في الذكاء الاصطناعي عشان يقدروا يتعاملوا مع اي تهديد يمكن بيواجههم من الذكاء الاصطناعي؟ سؤال جميل جدا، وشايفه برضو فعلا ان احنا لازم في المجال، يعني انا ومين لسه بنكتشفه، انا بجد مش حباه، يعني احنا دايما بجد مش على فكرة. مبدئيا طبعا هي الفكره كلها ان لازم لما ندخل على النظام جديد لازم ان احنا نتعلمه الاول. لازم يكون المواطن نفسه عنده وعي بهذا بهذه الاليه الجديده وكيفيه استخدامها. هو بس بصراحه بينه وبين حضرتك يعني هو مش بس الذكاء الاصطناعي، احنا لازم يبقى عندنا وعي بالسوشيال ميديا لان ما ستيل لحد دلوقتي في ناس ما عندهاش وعي بالسوشيال ميديا باليات وتكنيكات السوشيال ميديا. انا لسه يمكن عارفه معلومه قريب ان حضرتك لما بتعملي سكرولنج على الفيسبوك لما بس تقفي من غير ما تعملي لايك ايوه خلاص يعرف ان انت اترست بده، يظهر لك كتير بقى شوزات معينه، بليزرات معينه، ويب سايت معين. عشان ده بيحصل ايوه بطريقه مرعبه. الفيسبوك سمعنا او الانستجرام سمعنا بس اعتقد انه ده بيبقى صح انه في مايكس. ده تقنيه من تقنيات الذكاء الاصطناعي ان سيادتك كنت بتعملي سكرول على الفيسبوك انت بتقفي عندها بس بتقرايها ما بتعمليش لايك، فخلاص بيبدا بقى اللي هو يتراك وينشر كتير جدا من الشائعات عندها. فكره سؤال حضرتك انه احنا لازم ندعم المناهج التعليميه، انا دايما بحب ارجع الموضوع للتعليم ما قبل المدرسي كمان مش التعليم المدرسي اللي هي فتره ما قبل المدرسه او الابتدائي اللي هو الحضانه. النشا، تركيز على النشا في ان احنا نعمل نماذج من الكرتون او كده ان ازاي ان هم يعرفوا ان في خطر جاي اللي هو الذكاء الاصطناعي، ان هو في سوشيال ميديا، ان هو في ده بالنسبه للنشا. بالنسبه للجامعات لابد من تدعيم المناهج التعليميه بالذكاء الاصطناعي. يمكن احنا ركزنا ان كتير جدا من ورش العمل متاحه، لا لابد من توفير ده لجميع المواطنين ويكون بشكل مدعم او بشكل ان هو يكون متوفر للجميع. ودلوقتي اكيد المشاهدين ممكن يكونوا في البيت، يعني ممكن يكونوا مش طلاب جامعات، لكن برضو لازم يبقى هم عارفين على وعلى قدر كبير من الوعي ان ده بيتم، لان هم فعلا يعني ناس كتير تقول لي ده واضح ان الموبايل بيسمعنا واحنا لازم نقفل الانترنت ولازم نقفل كل حاجه لانه في تصنت. مفيش تصنت، هي دي الفكره ان الذكاء الاصطناعي بتعمل تراك سكرول فبيتتبعك. طيب خليني اسال حضرتك، هل الفتره الاخيره الذكاء الاصطناعي في وقائع حصلت مثلا في ان هو نشر شائعات كتيره جدا او والناس صدقتها؟ هو الفعل بينشر يعني هو بالفعل في الوقت الحالي اللي وانا قاعده مع سيادتك دلوقتي احنا بنستخدمه ليه طالما هو يا جماعه انا مش شايفه له اي ميزه دلوقتي صراحه. خلينا نتكلم مع عشان لسه ما اتكلمتش على الميزات. نفسي بقى نبص لنص الكوبايه المليان. طب ايه مميزاته؟ تسهيل وتيسير كل كتير جدا من الـ نقدر نقول لسيادتك. طبعا في الطب بيتم استخدامه بشكل كبير جدا وكتير جدا من العمليات بيتم استخدامها عندنا هنا في التعليم في ادوات البحث في العلمي. صح. ادوات البحث العلمي سهل بيتم بيسهل الريسيرش من خلال الكي ووردز، الكي ووردنج بيتم بشكل هايل. انا حابه ارجع لمقوله سقراط، الحياه التي لا تتفحصها لا تكون حياه، يعني لابد ان نتفحص الامور، نتفحص الامور من خلال ان احنا نعمل العقل. بس هي الحياه بتتفحصنا احنا حضرتك كده دلوقتي، احنا الحياه بتخترقنا. يعني يمكن عايز ارجع للنقطه دي ان هو فعلا سهل قوي ان انت اي داتا عايزاها هتقدري تجيبيها. نقدر احنا الشات جي بي تي زي ما هو بيبقى عنده معلومات متخزنه هو بيخزن معلومات وكمان عن طريق بقى الشائعات. انه في يعني يمكن في دوله زي دوله المكسيك عملت ان هو اغلب يعني من كل 10 8 وافقوا على فكره ان جوجل يتم تدعيمه بالذكاء الاصطناعي، ان لو حد عمل سيرش عن شخص عن ديما والريزلت بتاعتها قالت شيء مسيء ليها يتم حذفها، حذف الريزلت لو هو شائعه، لو هو خبر مغلوط. ده فين حضرتك؟ ده في المكسيك.
اوكي يا رب. طب في دول تانية عملت ده؟ عملت لو هنتكلم عن الدول ممكن احنا نتكلم عن اول حاجه يعني اول دوله يمكن استخدمت يعني مكافحه الشائعات او استخدمتها بشكل كبير جدا في عده دول في الحقيقه. كندا وعندي استراليا وعندي المانيا وعندي فرنسا. الاربع دول دول استخدموا ان هم يكافحوا الشائعات بطريقه جميله جدا الا وهي انه احنا لابد من استحداث قوانين وتشريعات جديده تكافح او تدحض الشائعات من خلال السوشيال ميديا ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وده اللي تمه علشان خاطر لان في يعني الكنديين او الباحثين الكنديين وجدوا انه فعلا الشائعات بتسبب نوع من انواع اللي هو ممكن تهدم فعلا دوله. فعملوا كثير جدا من الابحاث ان هي توعي المواطنين ويعملوا لهم مجموعه من تنشئه المواطنين. فهم عملوا شقين اللي هو استحداث قوانين وفي نفس الوقت تنشئه المواطنين بحيث انهم يكون عندهم نسبه كبيره جدا من الوعي. دول ثانيه طبعا يعني دول تانية استخدمت طريقة معينة ألا وهي النرويج. النرويج قررت أنها تعمل إيه؟ لا النرويج أنها قررت أنها تعمل على تنمية يعني تنمية الوعي من خلال النشر من خلال زي ما أنا وضحت أنه هو نماذج محددة بيتم من خلال الكرتون أو من خلال الدراما أن النشر هيبقى عندهم وعي بدفة منذ الطفولة. خلاص هو عنده وعي أن في خطر بيواجهه هو خطر الشائعات. هل ممكن الموضوع في وقت يبقى صعب السيطرة عليه قدام؟ والتسلح بالتكنولوجيا الحديثة، التسلح بالوعي، التسلح بالقدرة على توفر المعلومة. أضيف حاجة مهمة جدا، تفضلي. طب الشعور بالهوية، الشعور بالمواطنة، الإحساس الحقيقي بأن أنا مواطن، عندي إحساس بالانتماء لهذا الوطن، عندي انتماء حقيقي لهذا الوطن، وانا اللي اقدر ان انا اجابه كل المشاكل دي وابقى عندي وعي وادراك ان في اعداء داخليين واعداء خارجيين هم من هدفهم احداث ازمه ثقه ما بين الشعب وما بين الحكومه. احداث ازمه حقيقيه، الشخص بنفسه بيشككوك في نفسك، بيشككوك في انجازاتك. فلابد ان تعي ويكون عندك وعي كامل ان هذه الشائعات تؤثر بشكل كبير على امنك القومي. وامن القومنا الامن القومي معناه ايه؟ الامن القومي معناه ان انا القدره على الحياه بمعنى البسيط عشان احنا بنتفرج مشاهدين، الحق الحياه، حق الديمقراطيه. فانت لو ما لو 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 ده يعني لو 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 احنا جينا ركزنا شويه نلاقي ان فعليا دي مجندده يعني اجنده خارجيه بيتم تنفيذها لتاثير على امنك القومي، ان انت حتى ما يبقاش عندك حق ان انت تعيش وان انت تبقى ليك مستقبل. وعلى فكره بيشتغلوا على ده ان يشككوك في المستقبل. صح. هو لدرجه يخوفونا من المستقبل كمان. ما هي ده دور الشائعات. صح. طيب اخيرا بقى وليس اخيرا، يعني بما ان حضرتك ذكرتي برضو دور الدوله، فانا محتاجه اعرف ايه هو دور الدوله ان هي تستخدم بقى او في استخدام الذكاء الاصطناعي في مواجهه الشائعات. يعني المفروض الدوله مثلا يفرضوا قوانين، يعني انا ما اعرفش طبعا يعني ايه الدور المفروض الدوله تعمله في مثل هذه. انا دايما اقول ان هي دي كارثه، احنا في كارثه. دي حقيقه. يمكن يعني الدولة تقوم بكثير جدا من الجهود. مركز المعهد ودعم اتخاذ القرار، مرصد الأزهر، النائب العام، عندي المتحدة أصبحت رصاصة في قلب الشائعات من خلال تكذيب الأخبار. لكن دايما وهفضل أقول دايما دايما في كل ما أتحدث عن الشائعات أقول الدولة تقوم بجهود، ولكن تقوم بجهود كالتي كان يقوم بها يعني أخشى أن أقول ذلك يعني ايام 73 ايام الحرب العالميه الثانيه. عياده الشائعات، اذكر الشائعه، السلوجن بتاعها اذكر الشائعه واضربها بقوه، اللي هو الشائعه بتظهر انا بفندها او بنفيها. التكنيك الحديث واستخدام الذكاء الاصطناعي بيقول لك انك لازم تبقى عندك فن الرد. الشائعه انتشرت على السوشيال ميديا، يبقى لازم يبقى الرد عن طريق السوشيال ميديا. طب لازم تجاهل الرد الشائعه يعني لما يطلع تفندها شائعة. لا اتجاهلها خالص. هل ده صح لا ولا لا ده غلط؟ مش صحيح. ده مش صح. لا مش صحيح. وكذلك الامر عندما انفي الشائعه انفها بمعلومه. سرعه الرد، توفير معلومات واضحه. لابد ان طبعا في الوقت الحالي جميع الوزارات او جميع الحكومات او لابد من وجود ورش عمل للصحفيين والاعلاميين تخص الذكاء الاصطناعي. لابد ان يبقى عنده وعي باستخدام الذكاء الاصطناعي ومدى دوره في استخدام الشائعات. تمام. لابد من طبعا لو كل وزاره ليها متحدث، طبعا هو في متحدث رسمي من كل شيء، وفي كمان عن طريق السوشيال ميديا صفحات رسميه، لابد ان احنا كمان السوشيال ميديا زي ما بيبقى في اعلانات بتظهر لي كده
عليها اعلان ما، لا اعلان تظهر لي بمعلومات جديده بكل ما يستحدث من 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 مشروعات. الدوله عباره عن ايه؟ او عباره عن شعب وسياده وارض. هما بيشتغلوا على الشعب، بيشتغلوا على ال- 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 الهدم المعنوي. لو اشتغلوا على الهدم المعنوي خلاص الاثنين التانيين خلاص صح. فالدوله لذلك لابد ان تعي بفن واليات جديده لمكافحه الشائعات، ولابد من وجود استخدام القوى الناعمه، الدراما والإعلام، في وجود نماذج مبسطة جدا للأطفال ودعمها برضو في مناهج التعليمية، واستحداث أبليكيشن للرد على هذه الشائعات، والمبادرات تكون عن طريق السوشيال ميديا. يمكن فعلا ابتدينا نشوف حاجة زي دي، يعني في الدراما مثلا كان في مسلسل صوت وصورة وضح لنا برضو ازاي ممكن الناس تستخدم الاي اي في نشر شائعة، فابتدينا نعمل ده. عايزة حضرتك توجهي كده نصيحة للمشاهدين في الذكاء الاصطناعي وخطورته واهميه استخدامه برضو والوعي بيه، ويستخدموه ازاي يعني الموضوع كبير. نصيحه يمكن انا حابه اختم بمقوله ابراهام لانكولن الوزير الرئيس 16 للولايات المتحده الامريكيه، يمكن ان تخدع كل الناس بعض الوقت وبعض الناس كل الوقت، لكنك لن تستطيع خداع كل الناس كل الوقت. لو الأكذوبة حصل وإن هي انتشرت في جيلها يوم من الأيام وخلاص بتبقى حقيقة، فلابد من أولا المشاهدين لابد من إن إحنا يبقى عندنا وعي وتطور واستخدام الآلات الحديثة، علشان خاطر لازم تحجز دورك من دلوقتي في اللي جاي. أنا بتكلم في المستقبل، المستقبل هيستخدم بشكل أساسي الذكاء الاصطناعي والـ AI، هيتم استخدامه في جميع مناحي الحياة. ومش بس كده، يعني احنا بنتكلم كمان عن التعليم، فانت لازم تبقى مسلح بشكل اساسي جدا، هو ان انت يبقى انت عندك جديد تقدمه. لو ما عندكش جديد تقدمه يبقى خلاص الذكاء الاصطناعي هيحل محلك في الوظائف المستقبله، زي ما احنا قلنا 400 وظيفه، 400 مليون بالعالم، 400 مليون في العالم. يعني والله يا دكتور، يعني انا على قد ما انا مبسوطه بكلام حضرتك على قد ما انا خايفه وقلقانه، وزي ما انا دايما اقول يا جماعه هي الدوله لوحدها مش هتعمل حاجه. تشبيك طبعا، سياسه التشبيك، ان انا لازم عشان اواجه اي شائعه مواطن، مجتمع مدني، حكومه، قطاع خاص، لابد من سياسه التشبيك للقضاء على الشائعات. لكن حد لوحده مش هيقدر يواجه حاجه. حضرتك نورتينا وشرفتينا، وانا كنت سعيده جدا بوجودي انا مع حضرتك. بشكرك، شكرا جزيلا. دكتور مها سليمان خبير علم الاجتماع السياسي، طبعا استمتعنا بالحديث مع حضرتك، ويعني فعلا معلومات كثيره قوي بس فعلا مفيده جدا، واكيد المشاهدين استفادوا منها. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في هو وهن. ولسه اكيد مكملين مع حضراتكم فقراتنا فوهن، واخر فقره واحلى واجمل واحلى فقره في الدنيا كلها، وهي فقره المطبخ. ليه؟ علشان هناكل. خليني اقول ان احنا النهارده ان شاء الحقيقه يعني ان شاء الله هنعمل فقره لطيفه. انا في تلعثم طبعا في الكلام، فاعذروني عشان الاكل شكله جميل جدا وانا جعانه فمتشوقه جدا. هنعمل ايه؟ هعرف من ضيفتي اللي نوراني النهارده الشيف ياسمين يسري. هنعمل ايه يا شيف ياسمين؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. يعني من كتر ما انا عارفه طبعا احنا هنعمل ايه، فانا لو عايزه اخلص عشان عايزين ندوق بسرعه، عايزين ناكل بسرعه. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل تشيكن رابس. انت عارفه اسهل حاجه في الجو ده الساندوتشز. جو حر فبالظبط، حر نزول وطلوع وتمارين والولاد اجازه وفرهده، خلاص مش قادره تقف في البيت، واحنا خلاص بالظبط كده. فاسهل واسرع حاجه ان احنا نعمل ساندوتشز. فهنعمل النهارده تشيكن راب، هنتبله بتتبيله بسيطه خالص، ملح وفلفل، توم وبصل باودر. دي المكونات عشان الاستاذ حسام ينزلها بقى. وزعتر وبابريكا، حلو قوي. فدول اللي هيبقوا الاساس، وهنشوحها في زيت زيتون، والاضافات بقى دي بنلعب فيها براحتنا على حسب الحاجه المتاحه عندنا. النهارده انا هحط فلفل اخضر مع بصل، احنا ممكن نحط بقى مشرومز، سويت كورن، فلفل الوان، وات ايفر، اي حاجه الولاد بيحبوها، بحيث ان احنا بنعلي القيمه الغذائيه بتاعه الساندوتش ويبقى خفيف وسهل كده وسهل، ما بياخدش وقت. احنا ربع ساعه بقى ماكسما. يعني اي صوص عندكم؟ اللي بيحب الكاتشب بقى بالظبط، اللي بيحب مش عارف مايونيز، الكاتشب على المايونيز بيبقى جود اوبشن زي ما هنعمل هنا، او فرنش دريسنج، ماسترد، وات ايفر بقى، اي دريسنج عندنا ده كله بيبقى بايدينا. يعني يلا بينا نبدا. اوكي، فاحنا هنبدا دي فراخ مخليه، دي صدور فراخ مخليه ومقطعه زي الشاورما، مقطعه تقطيع رفيعه، ممكن نقطعها كيوبز رفيعه، ممكن اعمل لحمه بدل الفراخ.
ممكن اي حاجه. احنا بصي فلكسبل خالص. عارفه كمان الحاجات اللي بتبقى كويسه في الوصفات دي الليفت اوفرز، لو عندك بقى اي بواقي متبقيه من الغداء بتاع اليوم اللي قبله الاولاد مش عايزين ياكلوها، وحياتك ما في حاجه بتتبقى. والله ساعات بيغضبوا على الاكل كده ويعملوا فيها ايه مش عايزين. انا بس هحط شويه زيت الاول عشان يبدا يسخن. بتحط زيت او زبده على حسب بتحبي تشوحي الاكل في ايه. انت الطاسه الثانيه دي علشان الساندوتش، بعد ما نلف الساندوتشز هنعملها بس على على الجريل هنا. فاحنا بس هنقلب البهارات كويس في الفراخ. ممكن اعملها ببلوز احسن. ما بتاخدش وقت يا جماعه خالص، وهي والفراخ متهيألي مش محتاجه انها تتبل قبلها بيوم. لا 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 في الساندوتشز، لان بصي الطعم هيبقى ميلي من الدريسنج والصوص اللي بنعمله، فاحنا مش محتاجين نبيتها في تتبيله قوي. المهم بس تبقى بهارات حلوه تديها طعم حلو. بس ما تحطيش بقى ولا ليمون ولا خل ولا لا 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 مش عايزينها حاجه تقيله. انت قولي معلش تتبيله تاني ايه؟ بابريكا، بابريكا وزعتر، ثوم وبصل باودر، ملح وفلفل بس. ده بس وبرده على حسب التيست اللي انت بتحبيه. لو في ناس ما بتحبش الزعتر قوي في الاكل، في ناس بتحب شطه او حاجه يعني السبايسز تبقى اقوى. ممكن عارفه التتبيلات الجاهزه اللي هي تتبيله الفاهيتا، تتبيله الشيش طاووق، الكلام ده برده بينفع. اي حاجه اللي عندكم يا جماعه حطوه. مش بالظبط، وزي ما بقول لك احنا ممكن بقى نستغل الموضوع البواقي بقى في الساندوتشز. عندك بواقي فراخ مسلوقه عاديه الولاد خلاص غضبانين عليها، شيش طاووق، وات ايفر. فالحاجات دي الصراحه بتنفع ان انت تعملي زي ما بيقولوا اعاده تدوير. أيوة. ان احنا نعملها بطريقه ثانيه ونضحك عليهم ونحط شويه اضافات ما بيبانش ان هي ان هي نفس الاكله. ايوه. فاحنا طيب ممكن اعمل مثلا، انت بتقولي عيش تورتيا، ممكن لو عندي عيش شامي مثلا، ممكن اي حاجه طبعا، عيش شامي او عيش بلدي نفتحه ونعمله رول كده. بالظبط بالظبط، لان انت ما بتعمليه نص عادي وبتحشيه بيفرفت شويه او ما بيبقاش الحشو جواه. فهي احسن حاجه سبيشال لو هتخرجي بالاكل بره، هتروحي بيه النادي، التمرين على البحر كده، ان انت تعملي الحاجه رول. سواء بتورتيلا، سواء بالبلدي شامي، عيش الصاج اللي هو بتاع الشاورما. فكل الكلام ده بيبقى حلو قوي في الساندوتش. البحر اي حاجه بتتاكل، الواحد بيبقى جاي جعان، فاي حاجه حطوه في عيش فينو يا جماعه. بالظبط يعني خلاص. يعني وعارفه لو عملتي حتى لو في الفينو في ساندوتش ميكر او في على جريل او كده، عشان بس يبقى جامد جدا، يتضغط بيبقى مقرمش وحلو جدا، بيبقى طري من جوه والفيلنج ما بيقعش منه. فان انت الفكره انت تعمليه على جريل بعد كده يعني بيقفل الساندوتش كويس، الحشو مش بيقع منه. حلو قوي. طيب والخضار، احنا قلنا اي خضار بقى احنا بس البصل اساسي متهيألي. البصل بيدي يعني طعم حلو. لو عايزه تحطي ثوم مفروم لو الولاد ما بيحب يعني اوكي مع طعمه برده بيدي تيست حلو. المشرومز بيعلي القيمه الغذائيه بتاعت ساندوتش جدا. والسويت كورن برضه هيبقى جميل. السويت كورن جميل، هيبقى جامد معايا، مسكر وحلو. عارفه كمان اللي بعمله مع الفراخ وبيبقى طعمه حلو؟ السبانخ، وما بتبانش خالص. انا بعملها في الوايت صوص. الوصفه دي ينفع احط سبانخ؟ بس مش تبقى في ساندوتش دي. ممكن تعملي سبانخ بوايت صوص، بس مش هينفع تحطي بقى الوايت صوص في ساندوتش، تتاكل بقى مع رز ابيض او مع مكرونه. بس برضه السبانخ اللي بتشوحيها. ثاني سؤال ده عايز ليه يا استاذ حسام كده؟ انت غني بقى ومعاك فلوس بقى يا استاذ حسين. استاذ حسام بيقول لي ممكن نحط جمبري. ليه يا استاذ حسام؟ جمبري مع الفراخ ولا لوحده؟ لا جمبري بدل الفراخ. طبعا طبعا، ممكن لحمه، ممكن يعني لحمه متقطعه زي الشاورما، ممكن جمبري. فعلى حسب بقى انت البادجت وعلى حسب الولاد خلينا في ايه. بس يعني الفراخ بالظبط يعني حلوه على قد الظروف اللي الواحد فيها دلوقتي. جميله الفراخ، بتبقى اسرع حاجه. الاوبشن بتاعت الصدور المخليه مش بتاخد وقت صح؟ لا لا، احنا يا دوبك تقليبه يعني 10 دقائق بس، هي تاخد لون حلو من الوشين، وبننزل عليها بالخضار يتشوح. ممكن اكلها كده من غير ساندوتش يعني؟ ممكن طبعا. احنا بالظبط انا بادئه بالظبط، حتى ممكن باستا، وممكن حتى حايف مع سلطه يعني. انت عارفه لو عايزه الموضوع يمشي هيلثي شويه، لان طبعا بنحاول نظبط مقصد رمضان وفورمه الساحل اللي داخلين عليها. أيوة. فكل الاوبشنز بتبقى موجوده. انا لسه كنت بتكلم مع يعني عندي على البيج ان الاكل الصحي مش لازم ان احنا نحرم نفسنا. احنا كل البيت عادي ممكن ياكل. دايما السؤال ما بحبش اعمل دايت لان ما بقاش عارفه اكل بقيه البيت ايه، او مش عايزه اعمل اكل مخصوص لنفسي. هم اكلهم بعد العيد الكبير بقى، بعد الفته واللحمه والكبده والحاجات. نعمل الدايت بعد العيد الكبير. بس انت عارفه انت الاكله دي عايزاها دايت، مثلا ما تحطيهاش في عيش، اعمليها مع طبق سلطه كبير وخلاص. بجد انا من الشخصيات للاسف ان انا ما بعرفش اشبع يعني. انا جيت في يومين كده عملت نفسي لا انا خلاص، واكل هيلسي ودايت وبتاع، وعملت فراخ وعملت خضار كده سوتيه وبتاع، ما بعرفش اشبع مش من غير عيش. لا ما ماليش في العيش قوي، رز او مكرونه. بصي اونستلي انا كده يعني، انا حتى ماشيه مع الدكتور بتاعتي عملت لي اول اسبوع ديتوكس ومن غير اي كاربز، بموت جعانه. ايوه باكل فراخ كتير وجعانه. لا 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 يعني انا كنت مسافره بره في احدى الدول يعني، لا عايزه عايزه اكلنا. والله انا هقول لكم بس على حاجه يعني، انا بجد سافرت
والله العظيم وحياه ربنا وما كلام تلفزيون ولا هو اي كلام، بس بجد احلى بلد هي مصر، والله ما بقول لكم كده وخلاص، بجد بلد مصر جميله، اكلها جميل، شعبها جميل. انا شغل انا سافرت فين، لان شعب البلد اللي انا سافرتها شعب صعب جدا التعامل معاه، مش يعني مش هيلبر، مش ما بيقعدوش يساعدوا. اسال مثلا على مكان تركيا ولا ايه؟ لا مش هنقول عارف احنا عندنا كمان كل الكوزينز موجوده، يعني بتحب الاكل المصري موجود، ايطالي موجود، وعندنا كميه ريستورانتس. والله العظيم كنت مفتقده الاكل بتاعنا جدا، هم اكلهم حلو مش وحش، بس اكلنا احنا ليه طعم تاني، يعني السمنه حتى الزيت والله بتاعنا ليه طعم تاني. فبجد والله العظيم يعني هي مش بتكلم كلام مرسل ولا هو كلام تلفزيون، بس بجد بجد انا طبعا عارفه قيمه بلدي من غير اي حاجه، بس لما سافرت بره ورجعت انا عايز اقول لك انا كنت في امريكا مش عارفه اكل. ايوه كله جانك فود، ساندوتشز برجر، لا انا عايزه كده، عايزه محشي، انا عايزه اكل طري، مش عايزه نواشف، عايزه اكل طري، عايزه اغمس، عايزه اكل حاجه بعيش، عايزه حتى الساندوتش الفيلينج بتاعه مش جوسي زي عندنا، حاجات ناشفه، حتى العيش الفينو والله يا جماعه بره مش زي بتاعنا، كبير ومش حلو. اكلنا الاكل المصري الحلو بتاعنا ده. بصي انا زودت بس الخضار دلوقتي عشان ياخد تشويحه وياخد من التتبيله. انت بتحطي البصل ويعني الخضار في الاخر بقى خالص في الاخر، عشان انا مش عايزاه يدبل قوي، يعني في ناس بتحط البصل من الاول، بس انا ما بحبش مهري، انا بحب احس بطعمه في الطعم. ايوه يعني. انا كمان كده. فهي الفراخ زي ما قلنا لو متقطعه رفيع هي 10 مينتس بالكتير بس، هي تاخد لون حلو من الوشين، والخضار يشرب من النكهه بتاعت التتبيله بتاعت الفراخ، وبعد كده بنحط الصوص. انا ما بحبش احط الصوص في العيش عشان بيطريه شويه، فبحب اقلبه مع مع الفراخ عشان ما يبقاش. انا بعمل كده مع الهوت دوج ميكس كان، لما بعمل هوت دوج ميكس كان بحط الصوص على الهوت دوج بالظبط، بيدي طعم احلى. فاما ما بنحط الصوص لوحده بيطري العيش شويه، فمش بيخلي طعمه حلو. فزي ما قلنا الدريسنج بقى زي ما بتحبي، يعني المعروف اكتر حاجه الميكس بتاع الكاتشب مع المايونيز. عايزين تحطوا تدهنوا العيش بس مايونيز، عايزين اي صوص عندكم بقى، عايزين سبايسي بقى شويه حطوا تشيلي مايونيز، حطوا تشيلي بالظبط كده. يا سلام. فده كمان لما بنحط الصوص هنا مش بيخلي الفراخ تبقى ناشفه، يعني تبقى جوسي وطريه. وبس لو هنعمل بقى ساندوتشز ونقعد بيها كتير بره، ما يفضلش ان احنا نزود قوي في الدريسنج او نخلي دريسنج يعني سايد لوحده بالظبط كده، لان احنا في الحر كمان الحاجات اللي فيها طماطم او فيها كاتشب او كده بتبوظ وبتحمض على طول للاسف. فيعني يفضل لو هنحط دريسنج كتير نخليه في علبه واحده لوحده، ونبقى نحط وقت الاكل لو هنقعد فتره طويله ولا نحط طماطم او حاجه برضو نخليها لوحدها، بلاش يعني خلي علبه السلطه دي لوحدها الواحد بيقلل مفيده، بس بلاش سلطه خالص. يعني انا حتى ما بحطش طماطم في البتاع، بتنزل ميتها وبتبقى مش حلوه في الساندوتشز. عايزين ناكل السلطه في علبه لانش بوكس. طب ممكن نحط على الساندوتش مثلا كابوتشا او كده، نحط خس بقى، خيار مخلل، طماطم، وات ايفر بقى اللي بنحبه، الخيار المخلل بيبقى جامد. خلاص الفقره دي جعانه، عايزين ندوق على طول. مش عامله غدا النهارده بصراحه، فانا هتغدى الاكل الجميل ده. بصي اخر حاجه بقى بحب احطها الجبنه، برضو الجبنه ممكن تحطيها دي بقى في الساندوتش قبل ما تلفيه، بس هي ما بتسيح بقى عشان تسيح، اما بتسيح مع ممكن تحط اللي هو ميكس تشيز، تحطي ميكس تشيز، تحطي عارفه الشيدر سلايسز بتاعه البرجر، برضو بتبقى طعمها جميل قوي في الساندوتشز. ولو هنزود في الجبن ما نحطش بس ملح كتير في الاول، يعني تبقى رشه بسيطه، لان الجبن عاده بتبقى مملحه، فلو هنحط جبن كتير ميكس تشيز او كده، التشيدر مع الرومي مع الموتزاريلا وكده، ما نزودش ملح، ما نزودش ملح بالظبط عشان ما تبقاش الاكله حادقه. بس هي الجبنه الصراحه ما بتسيح مع النار هنا، تبقى احلى ما تتحط في الساندوتش، بتخلي التيست حلو وبتخلي الصوص على الفراخ حلو، بتبقى جوسي وحلوه مش ناشفه يعني. طب قولي لي افكار للانش بوكس مثلا بقى، الولاد بقى رايحين، احنا خلاص داخلين على الصيف، او دخلنا في بالفعل في الصيف، دخلنا خلاص دخلنا احنا في قلب الصيف يعني. انا قصدي الولاد خلاص بيخلصوا امتحانات وداخلين بقى على تمارين وحاجات كده، افكار بقى للانش بوكس مثلا، وانا مثلا ابني نازل رايح التمرين احط له ايه في اللانش بوكس؟ بصي انا بحب ممكن احطها في اللانش بوكس صح؟ طبعا الساندوتشز بتبقى يعني احسن اوبشن في الوقت ده، وكل حاجه بتتعمل في البيت بتبقى الصراحه انضف وارخص واسهل وتبقى ضامنه ان هم واكلين اكل كويس، يعني سواء قبل او بعد التمرين. فهي الساندوتشز بتبقى احسن اوبشن. كل حاجه بقى ممكن اعملها في البيت، ساندوتشز، كفته، الكفته المشويه بتبقى جميله خفيفه، مش بتبوظ بسرعه، وما تعمليها برده رول كده فراخ بتبقى حلوه، ساندوتشات شاورما سواء شاورما لحمه شاورما فراخ، فاهيتا، برجرز، الهوت دوجز، كل الكلام ده ممكن يتعمل في ساندوتشز. والولاد كلها بتحب يعني. طب يلا نعمل الساندوتش عشان خلاص الوقت قرب، هو خلص خلاص لا قلنا احنا بس هنلف الساندوتش في التورتيلا ونحط على الجريل يقرمش شويه، لو عندك ساندوتش ميكر عايزه
نحط فيها، فهو الساندوتش اولموست خلاص ريدي. هو شكل بصوا يا جماعه، بصوا الجبنه شكلها عامل ازاي. ايه ده ايه ده، ده عايز يتاكل كده مع حبه رز كده بس او مكرونه باستا بالظبط كده. فاحنا بس بنعمل الساندوتش وبنعمل رولينج. لا جميل والله. وكالعاده يا جماعه هقولها دوق واقول بس هو شكله حلو صراحه يعني. هو الريحه كمان يا عم لو شامين ممكن اكل جنبه ايه ده مثلا؟ ممكن احط فرايز. فرايز وسلطه او مخلل، بس هي الفرايز طبعا سبيشال لو الاولاد يعني الاولاد بيحبوا الساندوتشز تبقى معاها الفرايز. وعارفه ممكن تعمليه نصين زي الكساديه يعني، نعمله نصين وتقطعيه أيوة كده اهوت اربع ارباع برده بيبقى حلو قوي. بس هي الصراحه اسهل اوبشن زي ما قلنا في الصيف والسفر والمصيف والتمارين ان احنا نعمل كل حاجه في ساندوتشز. انا بس عايزه اقول لك احنا بنحبه كده ببركته هو زي ما هو كده. بصي الجبنه المساحه بقت خطيره ازاي، خطيره خطيره. لا والجبنه مع ما تتعمل بالطريقه دي لا بتدي طعم رهيب عكس ما تتحط على الساندوتش بس. لا بتبقى ناشفه يعني مش بتدي ابدا المطه دي ولا بتسيح بالطريقه دي. فاحنا بس لا بجد ياسمين تسلم ايدك. نعمل ثانك يو نرمين. انت اكيد مدلعوها على الصفحة عندك طبعا. الستات الجميلة هما بيستنوا فكرة الساندوتشات دي. لا عشان اعملك فولو فورا عشان بجد والله انا بحب الحاجات السريعة لان انا بحب الاكل. ما بحبش اقف في المطبخ يعني، بعمل اكل انا طبخة ماهرة بس بكره وقفة المطبخ. الوقفة والتنظيف بعد الاكل والمواعين اللي بتتلخبط. انا بحب كمان الحاجات اللي هي زي ما بيقولوا وان بوت ريسيبي، لان احنا مش طاسة او حلة واحدة بالظبط كده. مش عايزين ناخد وقت ومش هنضيع حياتنا كلها واقفين في المطبخ يعني. نغسل مواعين ونعمل فبالظبط عندنا نزول وطلوع. فاحنا بس هنحمصهم ونقدمهم ومع سلطة او مخلل وفرايز وخلاص كده. حبة مكرونة اللي زي حالتي ما بيعرفوش من غير مكرونه من غير عيش طبعا ده فيبقى جميل جدا. لا بجد تسلم ايدك يعني. ثانك يو ميرسي. هو اصلا ده شغال يعني المفروض ان انا حطيتها بدل لا شغال شغال ما هي نفس العين. فاحنا بس طيب نرغي شويه على بال ما يعمل. قولي لي اكتر حاجه او اكتر وصفه بتطلب منك على البيج ايه؟ بصي طبعا الايام دي زي ما قلنا كله عايز وصفات سهله وسريعه، الشاورما مكتسحه. كل ما اقول لهم هتحبوا نعمل وصفه ايه شاورما اللي مش عارفه شاورما مرتبطه بالصيف والسهر والمصايف. كله عايز كمان سناكس خفيفه وسبيشلي لو نازلين. طب لو مش عايزين ناخد اكل ايه السناكس اللي ممكن ناخدها واحنا نازلين؟ فبصراحه انا بالنسبه لي الفاكهه بتبقى يعني اول واحسن اوبشن، سبيشلي بتبقى مسقعاها كده في الثلاجه. لو علبه بطيخ صغننه بطيخ على عنب حلوين كده العنب الساقع جميل الايام دي. فالفاكهه الصراحه بتبقى جود اوبشن والصيف فيه فاكهه كتير بالظبط كده. بتبقى الفاكهه حلوه وكتيره. البطيخ مع الكانتالوب ما بتعمليه في علبه كده حتى الالوان بتخلي الولاد بالظبط عايزين ياكلوا. بحط العلب عنب احمر مع اصفر برده بيبقى شكله عارفه مشجع ويفتح النفس. النتس الصراحه المكسرات بتبقى مفيده جدا. لا النتس غالي خلينا في الفاكهه يا جماعه. بوب كورن ما بيتخنش بيشبع بينفع ناخده معانا في اي وقت. فيعني السناكس الناس الايام دي كلها طالبه عايزين حاجات سناكس خفيفه مع الساندوتشز وسبيشلي بقى الاولاد بتسهر وموفي نايت بالليل وعايزين حاجه ننقنق فيها قدام التلفزيون. فهي الفاكهه والبوب كورن والمكسرات دول بيبقى وما تنسوش بقى تعملوا يعني الساندوتش الجميل ده. انت نورتينا وشرفتينا. ميرسي. انا مبسوطه ان انا كنت معاكي النهارده. وانا كمان بجد ان شاء الله هعمل لك فولو حالا علشان انا بحب الحاجات السريعه. كوين اوف ريسيبيز ادخلي على البيج على انستغرام وهستنيكي ان شاء الله. بشكرك شكرا. ميرسي نرمين. ثانك يو سو ماتش. يا رب حلقتنا النهارده تكون عجبت حضراتكم. بعد بقى ما خلصنا كلام بقى وعن الاي اي والذكاء الاصطناعي، اعتقد ان الذكاء الاصطناعي هو الحاجه الوحيده اللي مش عارف يتدخل فيها هو الطبخ. هيعمل لنا حله المحشي ازاي؟ هيعمل لنا حله المكرونه بالبشاميل ازاي؟ يا رب حلقتنا النهارده تكون عجبت حضراتكم. نشوفكم على الف خير في حلقه جديده من حلقات هو هن. باي باي.